بسم الله الرحمن الرحيم. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نرسم بورتريه، ازاي نطلع الملامح، ازاي نحدد اماكن الملامح في الوش نفسها واتجاه الوش، التفاصيل كلها ان شاء الله. في طريقة اللي هي لو عندك صورة مثلا صغيرة وعايز تكبرها، في الطريقة اللي هي المربعات، اللي هو بنحدد مثلا بنرسم مربعات، بناخد سنتي 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 وبنقسمها مربعات، يعني المربع بيبقى 1 سنتي في 1 سنتي. بعد كده بنرسم مربعات تانية لو احنا عايزين نضاعف المساحة بتاعتنا، فبنرسم مربع على الورقة شبكية، يعني مربعات 2 سنتي في 2 سنتي المربع الواحد، أو 3 في 3 أو 5 في 5 على حسب احنا عايزين نكبر قد ايه. وبنبتدي نشوف مثلا العين في المربع رقم كذا، نصها هنا أو نصها في المربع ده ونصها في المربع ده بالطريقة دي، فنبتدي نكررها على كبير هنا. بس الطريقة اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله هنشرحها النهاردة اسهل واسرع. تاني حاجة بتديلك امكانية ان ترسم بسرعة وترسم في اي وقت وفي اي مكان واي حد ان شاء الله. فاول حاجة بنشوف بنرسم يعني الشيب بتاع الوجه، الوش الاول. فمثلا طبعا خطوط خفيفة زي ما اتفقنا، وكمان بنشوف بنحاول نشوف الموضوع زي ما قلنا قبل كده برؤية هندسية، يعني مثلا ده الخط الجزئية دي طالعة بخط يعتبر موازي المستقيم، يعني بخط عمودي الجزئية دي، فبرسمه مثلا بالطريقة دي. بعد كده الجزء ده بيكون طالع بكيرف بزاوية مثلا على الأفق، الخط الأفقي بتاعي زاوية 45 تقريبا، فبيطلع نفس الحكاية. بعد كده ببتدي ألف معاه لحد هنا، ابتدي انزل الكيرف التاني وبعمل حسابي ان المساحة دي تكون تقريبا هي نفس المساحة دي. طبعا لو برسم على كبير بضاعف المساحة، بس الفكرة ان النسبة والتناسب ما بين المساحة دي والمساحة دي تكون واحدة كده. مثلا ممكن احط ملامح خفيفة بس تحدد لي انا مكاني فين او وصلت لفين. فمثلا لو قلنا ان الشعر جاي كده، المسافة دي بعمل حسابي أخليها، وبعدين بنزل بالخط ده اللي هو ده. طبعا خطوط خفيفة جدا بس بتبين لي اتجاه بتبين لي أماكن الملامح بتاعتي فين. بعد كده ممكن أحدد الحاجب، وبعدين بنزل بسيب المسافة دي ده مثلا. الخط ده جاي برضو عمودي، عشان انا لو رسمته مايل كده او كده بيبوظ التفاصيل، فاطلع انزل بيه عمودي، وبعدين ابتدي ادخل الجزئية دي. ممكن احدد كمان مكان المناخير عشان ما توهش، فهي جاية من الحاجب ده نازل كده. من الخطوط اللي بتبين لي كمان الملامح الخط اللي نازل ما بين المناخير واخر البق اللي هو الخط ده الكسرة دي. فهنا انا رسمت الجزئية دي ونزلت بيها كده، دي اللي بتنزل بتحدد الدقن، تنزل مع الدقن، فبرسمها مع المناخير وبنزل بيها، وبعدين بنزل بالدقن. نفس الفكرة من هنا الجزئية دي، وبعدين ممكن احط كمان الحاجب التاني، بسيب نفس المسافة برسم الجزئية دي كده كده
وبرسم مكان العين التانية، برضو بسيب نفس المسافة من هنا، وابتدي بالخط بتاع العين اللي فوق، وبعدين العين نفسها. بسيب المسافة دي وبعمل حسابي ان اخر المناخير مثلا جاية مع اول العين هنا، علشان ما ارسمش المناخير كبيرة او صغيرة، فهي جاية مع بداية العين كده، والمسافة ما بينها وما بين الجزئية اللي هي بتاعة المناخير دي بعمل حسابي فيها بحيث ما تكبرش او تظهر. والمناخير من هنا نهايتها من هنا جاية على أول العين من هنا ونازلة كده شوية، كمان بعمل حسابي في المسافة دي. يعني هي كل الحكاية إنك تشوف الموضوع مساحات وزوايا وخطوط ومقاسات علشان ما تتوهش. الطريقة دي بعد كده بحدد مكان الودن. لو مشينا مع العين دي هنلاقيها جاية مع بداية الودن تقريبا، أو يعني نازلة شوية. المسافة كمان من هنا ممكن نرسم الخط ده أو التظليلة دي عشان تبين لنا شوية من بعد العين. ونهاية الودن مع بداية السنان هنا. فممكن نرسم البق الأول، بنشوف برضو المسافة دي تقريبا قد ايه، ننزل بيها، وبعدين نبتدي نرسم الشفايف بالحركة اللي هو عملها اللي هي فتح بقه كده. الخط ده احنا قلنا ان ده دليل معانا هنا. الشفايف من هنا او البق من هنا جاي بميل شوية ناحية الشمال، فبننزل بيها. وبعدين بنرسم تقسيمة الشفايف من هنا، هو خط واحد، وبعدين يبتدي من هنا يطلع تقسيمة الشفايف اللي هي الخط التاني بتاعته زي ما احنا شايفين بالظبط. نبتدي نقلد كده ومن هنا كمان بداية تقسيم الشفايف لحد ما توصل هنا، يبقى خط واحد. من هنا لو نلاحظ ان الشفايف نازلة كده وبعدين جاية عدل شوية أفقي، وبعدين يبتدي يطلع. وبعدين بنعمل حسابنا في السنان مع بداية الشفايف من هنا اللي هو الخط التاني كده، ومن تحت تبتدي من هنا من جوه شوية. وبعدين اللسان، طبعا المفروض ان انت بتختار الصورة الاولى ليك تكون بسيطة شوية، مش فاتح بقه وفي تفاصيل جوه كده، بس انا ما لقيتش غير الصورة دي بصراحة ارسمها، قطعتها من المجلة يعني.
وبعدين نبتدي نشوف الوش. يعني هنا مثلا الوش طويل شوية، انا هنا عملته مضغوط شوية، فابتدي اظبط مقاساتي تاني. بادي من هنا وبنزل بالدقن كبير شوية، ومن هنا احنا قلنا نهاية الودن مع بداية الأسنان. طبعا كل شخص بيبقى ليه الملامح المميزة بتاعته اللي بتبين شكله يعني، فهنا الودن بتكون بالطريقة دي، يعني طالعة شوية مطرقعة شوية وصغيرة، المناخير مثلا، العينين، كل واحد ليه تفاصيله يعني. فأنا برسم زي ما أنا شايف بالظبط. وبعدين نهاية الرقبة من هنا من بعد الودن بشوية، ونازلة مايلة شوية ناحية اليمين كده. المسافة دي اللي هي نهاية الشفايف تقريبا، وبعدين بتنزل ناحية الشمال شوية، وننهيها بالفانلة أو التيشيرت اللي هو لابسه. وبعدين نشوف الخطوط اللي بتبين التفاصيل، الواجهة، نحتة الواجهة نفسها من عند الودن هنا في خط. طبعا ده كله هيبقى تظليل في الآخر، مش خطوط يعني. وهنا الدقن جاية، قلنا الخط اللي نازل هنا، وبعدين في خط تاني جاي اللي هو تحديد الدقن نفسها من تحت، من تحتيها شوية. بعدين نبتدي نظبط الملامح بتاعتنا. العين مثلا جاية من تحت، يعتبر عدلة شوية أفقية، ما فيهاش كيرف كبير ولا حاجة، فابتدي أظبطها من هنا. من فوق جاية سحبة طويلة شوية، وبعدين كيرف لفوق شوية، والعين مثلا ضيقة الطريقة دي. الخط اللي فوقيها برضو بحدد مكانه فين، وطالع كده، وبعدين مسحوب لحد قبل نهاية العين بشوية يعني هنا، وبعدين بحدد مكان النني أو المساحة السوداء اللي في العين، والعين التانية بنظبط الأول بس مكان المناخير اللي هي الكسرات بتاعته اللي هو مكشر فيها دي كده. وبعدين نبتدي من بداية المناخير. العين لأن هو وشه متصور من الزاوية دي، فالعين دي تلاقيها نازلة شوية مش على نفس الخط. يعني لو عملنا الخط بتاعنا اللي بيحدد الملامح هنلاقي العين دي نازلة شوية، فمنعملهاش احنا على نفس الخط، نعملها زي ما احنا شايفينها برضه نازلة شوية. ومن هنا لأنه بزاوية باصص ناحية الشمال شوية، العين من هنا بتكون مقفولة بدايرة أو بقوس كده، مش زاوية. وبعدين بنحط العين النني بالطريقة دي، ونرسم الخط اللي فوقيها. والخط اللي تحت كل ما نشوف التفاصيل مظبوط، كل ما نطلع الملامح أقرب للحقيقة للطبيعة. فهنا مثلا المساحة دي كبيرة، عندي المساحة ما بين الخط ده والعين أكبر من المساحة دي، فنعملها زي ما احنا شايفينها. وهنا كمان
بعدين نبتدي نرسم الحواجب. الحواجب ما نرسمهاش خط كده وبس، لا احنا بنرسم زي الحقيقة، فنرسمها شعر باتجاه الشعر الطبيعي او زي ما احنا شايفينه في الصورة. فمثلا المنطقة دي الشعر طالع لفوق، نرسمه كده، بعدين يبتدي ياخد شمال شوية يكون طالع لفوق، وبعدين يقفل على تحت كده. طبعا زي ما اتفقنا بنرسم خطوط خفيفة في الأول، وبعد كده بنظل اللي احنا عايزينه، أو لو غلطنا في حاجة نقدر نمسحها من غير ما تبان. هنا كمان اتجاه الشعر نفس الموضوع زي ما احنا شايفينه، وجاي هنا ومش باين. ممكن نبتدي نظلل على خفيف الأماكن اللي احنا شايفينها عشان يبين الشكل شوية. فمثلا هنا احنا شايفين المساحة دي متظللة، المساحة دي فاتحة، هنسيبها فاتحة زي ما هي مع نهاية الكسرة بتاع الحاجب دي. نبتدي نظلل، الجزء اللي احنا رسمناه اللي هو الخط ده قلنا هيبقى ظل، بس احنا عملنا خط عشان يبقى علامة بس لينا نشوف احنا بادئين ازاي وماشيين ازاي. هنا من فوق الخط اللي احنا رسمناه ده في ظل فوقيه شوية، فبنعمل حسابنا فيه وبنرسمه. بعدين الظل حوالين العين والظل اللي تحت العين، التكسيم بتاع المناخير أو التظليل بتاع المناخير. في اللي هي التكشيرة دي، الكسرات دي. في الجزء ده مهم، الإضاءة دي مع التظليل ده والتظليل اللي تحتيه بنعمل حسابنا فيها كمان بنسيبها. الظل بتاع المناخير والكسرة اللي تحتيها. الظل ده واتجاهه كده وكده. بعدين الظل بتاع الرقبة. الظل اللي تحت الشفايف الجزئية دي هيبقى فيها شعر برضو، بس بنرسم الظل الأول، التكسيمة بتاع الشفايف. بعدين الظل اللي هنا
الجزئية دي امتداد المناخير لفوق، بعدين في الخطوط اللي هي المكرمشة دي ممكن نعملها دلوقتي واحنا بنرسم خطوط خفيفة، وممكن بعد ما نخلص نبتدي نضيفها. وهنا الشعر كمان ممكن نلونه ونظلله مرة واحدة، وبعدين نبدأ نعمل فيه التفاصيل بتاعة الشعر بقلم خفيف، بقلم سن رفيع يعني. تفاصيل الودن كمان نركز في التفاصيل وما نستعجلش علشان الرسمة تطلع مظبوطة معانا. بعدين التظليل تحت المناخير، ممكن كمان نظبط الملامح عشان يبقى التظليل مرة واحدة. المناخير شوف، بنبتدي بالخط اللي تحت ده، وبعدين نطلع ونلف هنا زي كده. بعدين الخط من تحت من هنا، خلاص احنا عملنا الخط ده، هنا جاي كده ولافف من هنا، ده نهايته، وبعدين في خط تاني لوحده. ونركز في كل التفاصيل طبعا والملامح، يعني مثلا هنا المناخير صغيرة ومفلطحة شوية، في مناخير تانية طويلة مدببة، في دي عريضة، في مناخير تانية صغيرة، فعلى حسب الملامح بنرسم زي ما احنا شايفين. بعدين ممكن نحدد كمان الأسنان هنا، البداية الفرق ما بين السنتين الكبار دول مع نص المناخير مع المنطقة دي، نرسم طبعا بخطوط رفيعة. هنا مثلا أنا عامل الخط بتاع السنان مصغر السنان شوية، هنا هي طويلة شوية، فممكن أنا أطولها تاني وأرسم، أبتدي أرسم سنة بسنة حسب اتجاهها وحسب شكلها كده. مثلا السنة التانية جايب دوران شوية، بعدين السنة التالتة اللي هي الناب يكون نازل كده، بعدين في سنة مش باينة هنا، هنا كمان السنة التانية نكبرها شوية. السنة التانية صغيرة لأنها جايب زاوية مش باينة، وبعديها السنة التالتة الناب، بعدين في الأسنان اللي تحت اللي جوه دي هتبان مع التظليل، اللي تحت كمان نبتدي بالسنة الصغيرة دي، بعدين في الأسنان اللي جوه برضه هتبان مع التظليل. زي ما قلنا بفرشة أو بمنديل بأي حاجة نبتدي نمسح التظليل بتاعنا أو نسيحه.
بعدين بنكمل التظليل، تظليل المناخير زي ما احنا شايفينه من هنا مثلا، غمق شوية نبتدي نغمقه، ومن تحت والجزئية دي تظليل اللي فوق البق، بعدين بقلم رفيع شوية نبتدي نجسم الموضوع أكتر ونبين التفاصيل بتاعتنا. طبعا عينك على طول على الرسمة، يعني ما تبصش مثلا على المناخير كده وبعدين تبتدي ترسم فيها وتسرح وترسم من دماغك، يعني أو فاكر إن أنت شايفها كويس، هتلاقيك بتوه، هتلاقيك بترسم من دماغك حاجة تانية خالص. لكن دايما عينك على الجزئية اللي انت بترسمها، على كل ملي بترسمه علشان يطلع الشغل معاك مظبوط. نبتدي واحدة واحدة نبين التفاصيل بتاعتنا ونغمق شوية. نشوف اتجاه المناخير جاية ازاي، تقريبا جاية زاوية 45 كده على الشمال، فنظبطها شوية وبعدين نطلع بيها على الكسرة اللي فوق دي، التظليلة دي، ونبتدي نغمق وراها. نأكد على الحواجب، فبنكمل التظليل مع بعض وبنشوف الأماكن اللي فيها ظل زي المكان ده مثلا من المناخير وهنا، والأماكن اللي فيها إضاءة، وفي طبعا درجات الظل نفسها، في درجات خفيفة وفي نحتاج ننتقل في أماكن معينة. كل ده بيبين التجسيم بتاعنا وبيبين الملامح. ازاي نشوف الخطوط بتاعتنا، بدايتها ونهايتها، اماكن مثلا التفاصيل كلها زي الجزء ده النني، في بنسيب برضو لسعة الإضاءة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها بالظبط، تديها واقعية أكتر. في ممكن بقلم سنون رفيع عشان نجيب التفاصيل الصغيرة،
طبعا هنا مش باين الرموش والكلام ده زي ما احنا رسمنا قبل كده، او زي ما اتعلمنا رسم العين ان في رموش وفي حاجات، فممكن نعملها بس مجرد تظليل كده خط. بعدين بنرسم الحواجب زي ما قلنا، الشعر باتجاهه زي ما احنا شايفين بالظبط، ما نرسمش مساحة كلها متظللة وبس، يعني حتى لو رسمنا من تحتيها مساحة أو ظل بنرجع نعيد على على الحواجب، الشعر باتجاهه بيكون واقعي أكتر. كل شوية بيبين التفاصيل أكتر، كل ما نعمل منضيف ملامح ونعمل الظل والنور بتاعنا مظبوط بيبان التفاصيل أكتر. طبعا في حاجات كمان تفاصيل صغيرة زي العروق والكلام ده، ناخد بالنا من كل التفاصيل الظل والنور، يعني المكان ده مثلا فيه إضاءة فما نجيش عنده. المكان ده مثلا فيه ظل بس تون أخف من اللي جنبيه، من اللي هنا وهنا، فهنعمله برضو متظلل لكن خفيف شوية، ونيجي عليه على اللي جنبيه ونتقله شوية. ممكن نبتدي في الشفايف مثلا شوية، لنلاحظ ان الشفايف من فوق، الخط من فوق فاتحة، فاحنا هنرسم التظليل بتاعنا من تحت غامق زي ما قلنا، ونيجي لفوق نسيبه فاتح شوية، واللي هيبينه اكتر الجزئية الفاتحة دي الظل اللي فوقيه والشعر.
بعدين في الجزئية دي غامقة اللي ما بين الكسرة بتاعة الخط اللي نازل من المناخير، كمان هتبين الشفايف أكتر. وننزل بيها هنا مثلا رسم الدقن لسه قصيرة شوية، فلما باجي أظلل برضو ده كل ده بيبين لي الملامح بصورة أوضح، فممكن أكبرها شوية كده. نظلل من تحتها، طبعا هنا مش باين الرقبة بس بالتقريب كده، لو هي جاية من هنا ممكن تكون نازلة من هنا. نبتدي نظلل من جوه البق، بنسيب طبعا مكان الأسنان زي ما احنا شايفينها. برضو بنبتدي بخفيف عشان في أماكن من جوه مش كلها غامقة، يعني هنا غامق مثلا، أسود غامق، هنا هنا المنطقة دي مش غامقة، مش سودة أوي يعني. هنا كمان مع اللسان بيكون فاتح شوية لكن بدرجة أقل، يعني التون بتاعه أغمق من السنان، فعشان السنان تبان معانا بيضة فبنظل على خفيف اللسان. بنقسمه زي ما احنا شايفينه، بيكون غامق من ناحية جوه وفاتح شوية من بره. نسيب السنان اللي جوه فاتحة، وبعدين بننهي اللسان. وبنغمق المنطقة اللي جوه دي. بعدين بالفرشة بنسيح شوية التظليل بتاعنا، القلم الرفيع برضو بنعمل نبتدي نرسم الشعر.
زي ما احنا شايفينه كده هو خفيف شوية، فبنعمل نفس الحكاية. ممكن نقسم برضه الأسنان بالقلم الصغير الرفيع، بيكون أسهل شوية. وبناخد بالنا من اللثة، لو باينة هنا وهنا مثلا نرسمها برضه. ونقسم الأسنان على خفيف أوي بحيث ما نسيبهاش مساحة، بس لان لو بترسم حاجه مثلا بوستر كبير او حاجه بيبقى فيه لسعات اضاءه جوه على الاسنان نفسها زي هنا وهنا. بنشوف كمان الأسنان من جوه شكلها عامل ازاي، بنقسمها. زي ما اتفقنا، عينك دايما على الصورة اللي انت بترسمها علشان ما تتوهش، يعني ما تبصش بصة خفيفة كده سريعة وبعدين تبتدي ترسم من دماغك، لا عينك دايما على الصورة. كل ما تهتم بالتفاصيل وتاخد بالك من الظل والنور بتاعك والملامح، كل ما الشكل يبقى أوضح والصورة تقرب للطبيعة. يعني
بعدين بنرسم الشعر، نأكد عليه. طبعا ده عشان الفيديو سريع شوية، ف في تفاصيل كتير يعني انا مكروتها، لكن لما تيجي ترسمه حاولوا يكون بالكوا رايق كده وبالراحة وما تستعجلوش في الرسم يعني. طبعا لو حبينا نزود ظل تاني الموضوع سهل، لان احنا شغالين خفيف كلها طبقات. مثلا هنا الوش طلع رفيع شوية، فنبتدي نظبطه شوية، نخلي عريض من هنا. مثلا الجزء ده نأكد عليه الظل بتاعه. هنا مثلا منطقة العين التانية دي نازلة من هنا شوية. من هنا غامقة. كده نكون اتعلمنا ازاي نرسم سكتش سريع. وأشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله.